بس يشوفوا من كل النبي وتقال الكلام اللي معانا صح. هذا مش معناته انك تستخدم منهج المقال، لا انت تستخدم منهج التصفيه او الاستنباطي، لكنك مضطر بايش؟ في مواضيع حق بحث، لكنك تقارن تميز لنا بين ماذا؟ بين الاكراه والاذعان. في فرق بين الاكراه والاذعان ولا لا؟ اكيد الاكراه هو ايش؟ يكون معك حريه غير موافقه للابراهيم العربي، لكن الاذعان تكون الحاجه الجعتك الى ابراهيم العربي. والاكراه هو النفوذ الادبي، ما هو النفوذ الادبي؟ النفوذ الادبي قول لا لا طيب اول ما مثلا انت قاضي صح؟ مع واحد معه قضيه عندك ومع سياره مريضه، انت قلت له بتبيع لي السياره وما يصير يبيعها لك، لكنه مضطر يبيعها لك خايف منك، خايف منك. هذا نفوذ ادبي ولا لا؟ هل هو اكراه؟ لا لا معهم يعتبروا اكراه. مثلا رجل الدين او مدرس وصارت مع سياره ومع تليفون مريض وعرض عليه انه يبيعه وباعه له ايش؟ وهو ايش؟ مستحيل اي ما يريد يبيعه لكنه باعه، هل هذا اكراه ولا مش اكراه؟ حياة اعتبره انه هو حرام، بعض يعتبره اكراه، يعتبره اكراه لكن البعض يعتبره استغلال، استغلال وهو الاصح انه استغلال ليس ايه؟ طيب المقارنة أما أن تكون أفقية أو رسمية، طبعا المقارنة الرسمية وما هيك مقارنة طيب بين القانون المصري والقانون اليمني. مثلا معك حق المتهم في الاستعانة بمحامي، مثلا هذا المطلب الأول تمام. أما أن تتناوله بالقانون اليمني وتخلص وتخلصه ثم تتناول هذا الأمر في القانون المصري، هذه أفقية ولا عمودية؟ أفقية. رأسية أنك في كل جزئية تختار مثلا قانون قال على استعانة المحامي بالنص كذا، والقانون المصري قال إيه؟ بعد مباشرة. هذه المقارنة رأسية وهي الأفضل، وهي الأفضل ما لم يكون موضوع البحث هو الذي أمامك على استخدام المقارنة الأفقية، خصوصا لما تخاف من الشريعة سامع أن تحتاج إلى مقارنة أفقية أفضل لك. تتناول في البداية الموضوع معين في القانون، ثم بعد ذلك تتناول بالشريعة الإسلامية. طبعا مش كل الموضوع تتناوله في القانون بعدين تتناوله الاختصاص الثاني بالشريعة، لا أقصد مثلا الموضوع في الإعطاء مطلب معين، مثلا مثلا تتناول الإعطاء شروطي في الشريعة القانون واحدة، شروطي في الشريعة الإسلامية واحدة، بعدين أداره في القانون أداره إيه؟ في الشريعة وهكذا. مش معناته أنك أول تتناول شروط الإكراه في القانون وبعدين شروط الإكراه في الشريعة، لا، وإنما تتناول موضوع مع جزئية منه في القانون واحدة معينة منه ثم تتناول بعد ذلك الشريعة الإسلامية. المنهج التاريخي هنا وقفنا عام سنة صح؟ المنهج التاريخي حتى المنهج التاريخي هو اللي يعني بدراسة الماضي. يعني هو منهج التاريخي بكذا ببساطة هو دراسة الماضي صح؟ لكنه يمكن تعريفه بأنه ده بكل بعض ظاهرة معينة خلال فترة حقب زمنية مختلفة تتبع ظاهرة معينة ودراستها في تطورها في مراحل أو حقب زمنية مختلفة. هذا المنهج التاريخي لا يمكن أن يكون في مجال قانون مستقل بذاته أي على طول البحث، أنت يمكن تستخدمه قلنا فين؟ في الدراسة التاريخية بتعلم البحث في جزئية معينة، قد يكون تطور تاريخي مثلا لمهنة المحاماة أو تطور تاريخي لمسؤولية الأطباء أو ما إلى ذلك. هنا التاريخ المنهج التاريخي يعتمد على ماذا؟ على مصادر ومراجع تاريخ قديم صح عندنا
المصادر والمراجع هذه منها ما يكون مصادر أساسية مادي. مصادر أساسية طبعا مصادر ثانوية. ما هي المصادر الأساسية؟ هي التي تمدك بالمعلومة من مصدرها الأساسي. مصدرها هي الأصلي. مثل ماذا؟ النقوش. صح؟ النقوش هذه مصدر أساسي ولا ثانوي؟ حصلت أنت الناس، أنت باحث تبحث مثلا في الغنم الروماني. ورحت حصلت الغنم الألواح الاثنا عشر صح؟ تعرفوا قانون الواحد من عشر أو تروح للعراق وتحصل معه حق مورانا. أنت حصلت المخطوطة نفسها هذا المصدر الثانوي ولا أساسي؟ طيب لما يقول أنت معلوماتك أخذتها من شخص آخر من مورخين تكون مصدر بالنسبة لك مصدر ثانوي. والمصدر الثانوي ما تكون من درجة أولى ما تكون من درجة ثانية أو ثالثة من الدرجة الأولى الذي أخذها من المصدر إيه؟ أصلي. وإذا أخذته من واحد ثاني من الدرجة الثانية أخذه عن المصدر إيه؟ الثانوي الأول. وهكذا تتدرج المصادر الثانوية إلى مصادر ثانوية من الدرجة الأولى من الدرجة الثانية أو الثالثة. لما تأتي تأخذ مثلا خطوة من مهنة المحاماة عند الفرع مثلا أو عند الثلاثين أو العشرين وما إلى ذلك انت اكيد ما بتحصلش اللي حقه المخطوطات صح؟ ولا بتحصل حتى اللي نقل عنه اول مره. قالوا الحمد لله يا بكم ما ايش؟ بتحصل واحد عالو ايه؟ طازج اللي نقل هيك عباس العبودي ولا واحد ايه؟ من الذي كتبوه في ثمانينيات القرن الماضي. عالو هؤلاء قد يكون ايه؟ مصدره من الدرجه ايه؟ الثانيه او الثالثه. لا قد يكون هو ايش؟ رجع الى مصدر ايه؟ الاولى. ولكن لم يرجع على المخطوطة نفسها والنقص. كل هذا طيب هذا مصادر المنهج التاريخي. المنهج التاريخي له خطوات. مش خلاص انت جمعت المعلومات. لازم ايش تعمل بها المعلومات هذه؟ تؤسسها اكيد انت بدك تحللها. تحللها وتستنتجها صح؟ بتحلل وتستنتج مثلا ايش اللي كان حاصل عندهم، بس مش معناته تدخل ايه؟ تدخل معاه مصروف تلك الجامعه، فتستنتج انه كانت المحاماه كذا مثلا عند الفراعنه ولكنها كانت مقصوره على الرجال مثلا كذا كثير مثلا استنتاج ما استنتاج معين استنتاج ايه؟ معين. ايضا تجري مقارنه لانك تاخذ اول مثلا الفراعنه وبعدهم من؟ بابليين وعلوم ايه؟ الناشورين وعلوم فقاسة مع الشريعة الإسلامية. أكيد كل مرة بتقارن صح؟ أو تصل بالمقارنات بالنهاية إلى أنه حصل لها تطور تاريخي معين. أو أنت بتدرس مثلا العقود العينية أو الرضاعية في العقود. مبدأ الرضاعية تعرفوه؟ تلاقي الإرادتين. في القانون الروماني كيف كان العقود؟ ما فيش عقد الا بالتسليم صح؟ ما فيش عقد العقد الا بالتسليم بايرات ما فيش لا يتعمد العقد الا ايه؟ بالتسليم قبل التسليم ما فيش عقد قبل التسليم ما فيش عقد الان كذا الامر هل عندنا الان كذا؟ عندنا الان مجرد الايجاب والقبول العقد ايه؟ العقد ما لم يكن العقد سهليا اشترط في الكتاب فلا يتعمد الا بايه؟ في الكتابة، الكتابة ما كانش في القانون الروماني، كانت العقود كلها ايه؟ عينية، تسمى عقود عينية تسليم. ثم تطور الأمر وأصبحت العقود رضائية. ما عدا بعض العقود كالقرض والعارية أصبح بقية عينية. لكن عقد البيع أصبح عقد رضائي. مش عقد عيني، يمكن يتعامل بالإيجاب والقبول. لكن ما كانش عندهم كتابة صارت. بعد ذلك حتى عندنا حدنا عند البيع شكلي ولا رضاعي؟ شكلي في شكل وفي رضاعي. كيف؟ شكلي في شكل العرش للبيع هذه عندها صفة المدنية عينية. عينية. نعم. يصير صفة معينة.
لا رضاي رضاي سده يعني أبي رضاي طب أنت لسوي التوقيع صح وعطوكم التوقيع صح وعطوكم السجل العقاري حد عندكم السجل العقاري كلنا دول عشان ما تبغى المشروع شوف عقد البيع البيوع متنوع صح لكن بالاساس بعد العمل قاعد بيع انه وطن ما طلب شنو الكتاب اذا في عقد بيع طلب الكتاب مثل عقد بيع المحل التجاري وعقد بيع السفينه لكن مثلين يكتب ما بيع لكن لو بدنا كقاعده عامه كقاعده عامه عقد البيع عقد رضا العقد الإيجاب طيب مش القانون يطلب تسجيل السجل العقاري هذا السحرية مش للوحدة العقد هذه النقلة الملكية فقط النقلة الملكية حتى أنه إذا لم يذهب البائع إلى السجل العقاري ويسجل المشتري فالعقد مكانه صحيح عقد مكانه صحيح ويذهب للمحكمة ويستصدر حكما اسمه ايش؟ بدعوى صحة العقد، دعوى صحة العقد، فيقوم حكم القاضي مكان ايه؟ مكان فسق السجل نستنتج من هذا ان العقد رضاعي، عقد البيع عقد بيع العقار، اصلي بيع ايه؟ اما بيع المنقولات اكيد رضاعي، بيع المنقولات عقد ايه؟ رضاعي. يا دكتور في عندنا نص في القانون المدني يوجب على انه بعد انهاء بعد انهاء النبي العقد اللي قبل قبول لزوم ايش تسجيل السجل العقاري. العقد العقد بصحه المبيع تسجيل السجل العقاري في نص القانون المدني. ابدا. ابدا لا يوجد هذا النص. التسجيل لنقل الملكيه. ماده 5 من قانون السجل العقاري نفسه. لا تكون نافذه، التصرفات الوارده على العقار بالبيع او البيع او الايجار حتى الايجار. الا اذا كان مسجل لا تكون نافذه ما قاس يكون صحيحه نعم قال ويجوز لاطراف العقد ان يتابع حقوقهم في القضاء ايش يقصد بهذا العقد؟ اللي قاعد بالقضاء اذا امتنع عن صاحب الملك السابق ان يسجل يستطيع الداعم له الحق ان يذهب الى وين؟ الى القضاء ليستصدر حكم صحة العقد، حكم صحة ايه؟ القاضي اللي يحكم صحة العقد بناء على ايش؟ شهود صح؟ مش بناء على ما بيقولش انهم ايش محرر. اهم حاجة انه في عقد ايجاب وقبول، هذا بيستنتج هنا انه العقد ايه؟ رضاعي، لان القاضي ما طلبش انه يكون العقد مكتوب. ولو كان القانون يطلب ان العقد مكتوب ما كان سمع القاضي الدعوة. الا بمحرر ايه؟ بمحرر رسمي او عرفي، رسمي ايه؟ او عقد لكنه استطاع المشتري ايش ان يستصدر الحكم بصحه العقد بدون طلب محرر ايه لا عرفي ولا ايه وقام حكم القاضي مقام ايه مقام التسجيل وانتقلت الملكيه وانتقلت ايه الملكيه هو اصلا القانون واضح قانون السجل العقاري قال لا تكون نامنه التصرفات لا تكون نامنه اما القانون المدني ما قال القانون المدني عقد ايش قال بالنص انه تنتقل الملكيه في العقود بمجرد العقد العقد بمجرد العقد العقد وهذا اللي قبل السجل العقاري هو استثناء هذا النص استثناء من ايش؟ من هذا النص تم كيف؟ الان حتى لو نقول عندنا شوف القانون المصري القانون اليمني مختلف عن القانون المصري، القانون اليمني قال لكم أنت التصرفات الوارده على العقار حتى بين من؟ حتى بين الطرفين، لكن القانون المصري لا تكون نافذة بالنسبة للغير الا بالتسجيلات السجلين العقاري، لكن عندنا لا تكون نافذة حتى بين الطرفين المتعاقدين انفسهما. طيب هذه إشكالية وضع فيها القانون اليمني. لانه يفترض ان تكون نافذه بين الطرفين ولكنها ليست نافذه بالنسبه للغير مثلا لا يحتج ايه بالعقد بالنسبه للغير ولا يكون نافذا الا ايش؟ الا بعد التسجيل. السؤال اللي ساله الاخ انه احدهم باع عقار باع عقارا لالف. انا الف
ثم بعد ما بيجين وجين سكر ايه قبل بعد راح سكر وسكر تشتغل ملكية الباب وين اسم عارف بتعود من كيف لا تتعود والذي سكر من؟ تنتقل من كير مين؟ وعلى ألف معهم من؟ باع لأنه بالنسبة للعرض غير من بالنسبة للعرض مين؟ غير من طيب على أي أساس عوضه؟ على أي أساس عوضه؟ على أساس لا العرض لأنه ما خلى إلزامه العرض وهو أن ينقل له الملكية والملكية أصبحت لشخص آخر أصبح تبيد مستحيل أصبح التنفيذ مستحيل والاستحالة ناتجة عن خطأ من؟ خطأ البائع إذا استحال تنفيذ الالتزام خطأ من المدين كان مسؤولا مين؟ تجاه التام التعويض صح؟ مع ما التنفيذ العيني أصبح ماذا؟ مستحيل لكن الاستحالة كانت بخطأ من؟ مدين هو البائع مدين هو البائع فالتزم ايه؟ بالتعويض هذه قاعدة نص عليها القانون يا دكتور ها؟ شوف على اللحظة خليك معي ألف بعد باء وثم صار به الجيم ونقل من كيته ألف يلتزم بتعويض من؟ باء لأنه استحالة التنفيذ على العقد وخطأ من من؟ طيب هذا ما بعرفش هو ده كان في عقد البيع لكنها موجودة في القواعد العامة في القانون المدني ايش قال القواعد العامة؟ إذا استحالة تنفيذ الالتزام انفسخ العقد صح؟ انفسخ العقد واذا كان الخطا من؟ المدين التزم بايه؟ التعويض ايش المنهج اللي يستخدمونه؟ الاسم باقي الاسم باقي ها؟ جزئيات جزئية ما لهاش حكم خاص صح؟ ما قالش ما قالش في عقد البيع عقود على عقد البيع اذا استحالة تنفيذ الباع بخطا من الباع عن طريق ماذا؟ القواعد العامة تطبقها على ايش؟ ايش رايك يا؟ المقال والمنهج التاريخي هو الذي يوضح التاريخ لمصلحة البحث العلمي لوقائع الظواهر المعاصرة ذلك أن حاضر الظاهرة لا ينفصل عن ماضيها تمام بل هو امتداد لها بس يشرح لنا هذه الفكرة بس مش قلت لكم أنا أنه بعضهم يقول أن المنهج التاريخي هو دراسة الماضي لكنه أنا ليس دراسة الماضي فقط وإنما دراسة الظاهرة وتتبعها بمراحل تاريخية متعادلة مراحل تاريخية متعادلة مثلا كأن أطوار يعني امتدادها ايش؟ الحاضر مثلا ايش؟ الماضي مثلا استنى كيف كانت العقود في القانون الروماني؟ كانت عينية مش لا يعقد العقد الا بايش؟ بالتسليم كانت العقود كلها ايش؟ عينية ثم تطور الامر واصبح ماذا؟ في عقود رضاعية لا اصبح العقد رضاعي العقد بايه؟ الايجاب والقبول ما في شكلية عندهم في القانون الروماني بس الشكلية بعدين في مراحل ايه؟ لا حتى في القانون الكنسي لو عن الكنيسة من القرون الوسطى ثم ظهرت الشكلية عندنا الآن، ليش ظهرت الشكلية في العقود الآن؟ لأن أصبحت معاملة كبيرة والشكلية ايش الهدف منها الشكلية؟ أنه يكون العقد ايه؟ مسجل حفظ الظلماء من يعني أولا دفع أي منازع توثيق صح؟ لأنه العقد قد يتناول الجزئيات مش فقط تسليم المبيع والمشتري بل تناول جزئيات معينه من عليه الصيانه خصوصا بالالكترونيات وما الى ذلك في العقارات لماذا تشترط الشكليه في العقار؟ من اجل تنبيه الشخص الى مخاطر العقد يكون على بينه انه يبيع عقار الشيء الذي يكرهه نعم وايضا من اجل درء منازعات العقارات الاراضي هناك كثيره كل واحد يدعي ايه؟ ملكية وما إلى ذلك، لذلك يجب أن تكون محررة العقود العقارات لكنه ليس شرط لمن؟ لعقد العقد، شرط لانتقال إيه؟ الملكية، طيب بيع المحل التجاري هو اللي يسمى فيه شكلية، ليش شرط أن يكون عقد مكتوبا في المحل التجاري؟ المحل التجاري ما هو المحل التجاري؟ مؤسسة مالية مش المبنى المحل التجاري